سلام من الله عليكم. هذه أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري، نبدأها بالعناوين. الرئيس السيسي يستقبل البرهان ويؤكد حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان. خلال استقبال الرئيس السيسي له رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يعرب عن ثقته الكاملة في قدرة مصر على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكري يؤكد أنه لا تهاون في الحفاظ على حق مصر في نهر النيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم سبل الدعم كافة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان. جاء ذلك أثناء استقبال سيادته في قصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات المتينة والأزلية بين مصر والسودان، معربا عن التطلع لتعميقها وتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك في إطار ما يجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان قيادة وحكومة وشعبا من روابط أخوية متينة وأزلية وعلاقات راسخة ووحدة مصير مشترك. حيث اصطحب سيادته ضيف مصر إلى قصر الاتحادية، وقد عقدت جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ساد اللقاء روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. وقد استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع التأكيد على الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري. كما تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي. وعقب المباحثات حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع ضيف مصر الكريم السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من مطار القاهرة الدولي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية. جاء ذلك خلال استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي أعرب عن إعجابه بالبنية التحتية الرياضية التي تمتلكها مصر، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر، مشيدا سيادته بالدور المهم للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي، ومشيرا إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت، بما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين، كذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمي وإداري ولوجستي. من جانبه أعرب السيد توماس باخ عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الأفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الريادي في المنطقة على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي إلى جانب تلك الرياضة. كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخرا، خاصة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة. وقد شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية، حيث أكد السيد الرئيس استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد، في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة، موضحا في هذا السياق أنه قام بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية المتكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور، وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية. قام دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة في المتحف المصري الكبير لمتابعة آخر مستجدات سير الأعمال به، وعقب وصوله استمع إلى شرح حول المسلة المعلقة الموجودة أمام البهو الخارجي، وأشار إلى أن المسلة تظهر براعة المصري القديم في تصميم الآثار القديمة ونحتها. وفي جولته تابع سير الأعمال بمحطة مترو أنفاق المتحف المصري الكبير، وشدد مدبولي على ضرورة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات السكنية المقامة على الطريق الدائري التي تقع في مسار الطريق المؤدي إلى المتحف ويقع نظر الزائرين عليها، ووجه بتطوير واجهات العمارات المحيطة بالمتحف، ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاحه مع الانتهاء من إعداد التصور النهائي لربطه بمنطقة هضبة الأهرام. عقب ذلك عقد مدبولي اجتماعا بحضور الوزراء والمسؤولين المرافقين، شدد على ضرورة تكثيف الجهود والأعمال التي يتم تنفيذها، ومؤكدا أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من هذا الصرح العملاق الذي يضم كنوز الحضارة المصرية. وحرص مدبولي على الوقوف على معدلات إنجاز أنظمة تأمين المتحف. ألقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أن أزمات المياه في العالم ليست فقط بسبب ندرة الموارد المائية، ولكنها تكون أحيانا بسبب عدم الالتزام بالقوانين وسلوكيات بعض دول المنبع،
وفي هذا الإطار أكد شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم تهاون مصر في الحفاظ على حقها المائي في نهر النيل بوصفه حقا وجوديا، مشيرا إلى إقرار مصر بحق إثيوبيا في التنمية. يظل الأمن المائي أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية التي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافا وتصحرا. والمؤسف في هذا الأمر أن هذه المعاناة الإنسانية الجسيمة قد لا تكون بالضرورة بسبب نقص الموارد أو تراجع كميات الأمطار فحسب، ولكنها قد تعود بالأساس إلى عدم الالتزام بأحكام القانون الدولي ورغبة بعض الدول المنبع في الاستئثار بالموارد المائية، بما يحرم دول الممر والمصب من نعمة إلهية ممنوحة لخير الجميع وليست حكرا على شعب دون آخر. وفي هذا الإطار فإن مصر التي تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية وما زالت على مدار ما يتجاوز عقدا كاملا متمسكة بضبط النفس تؤكد ان ذلك لم ولن يعني ابدا ابدا التهاون في حق الشعب المصري في الوجود الذي ارتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهدا للحضارة وشريانا للحياة. وفي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد شكري حرص مصر على حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. إن التوصل إلى حلول نهائية للأزمات جوارنا الإقليمي يظل ركنا أصيلا في بناء منظومة دولية آمنة ومستقرة، وفي مقدمة ذلك تأتي ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع وقف أي إجراءات إحادية من شأنها تغيير الحقائق على الأرض وتقويض فرص الحل النهائي. وأوضح وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تواصل جهودها الرامية لإقرار السلام والاستقرار بدول الجوار، مؤكدا سعي مصر الدائمة لإنهاء التدخل الأجنبي في الأراضي الليبية. وانطلاقا من مسؤولية مصر في مساندة أشقائها فإنها تواصل جهودها الداعمة للحلول السياسية بموجب المرجعات الدولية في كل من سوريا ولبنان واليمن والسودان، بما يحفظ وحدة وسلامة وسيادة مقدرات هذه الأقطار الشقيقة وينهي التدخلات الخارجية في شؤونها. وفي هذا السياق تستمر مصر في دعم جهود الأشقاء في ليبيا لإنجاز الإطار الدستوري حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت على ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية. وتثمن مصر في هذا الصدد دور البرلمان الليبي المنتخب، كما تشدد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات المسلحة في مدى زمني محدد، بما يسهم في استعادة ليبيا لاستقرارها المنشود. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 33، وذلك تحت عنوان الاجتهاد ضرورة العصر. ويعقد المؤتمر على مدار يومين بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفت وعالم ومفكر وإعلامي. وفي كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر أكد وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة أن العالم الإسلامي يمر بمرحلة في غاية الدقة والخطورة، وشدد على أن المساس بثوابت العقيدة لا يخدم إلا قوى التطرف والإرهاب. الاجتهاد ضرورة العصر، صوره وضوابطه ورجاله المتخصصون والحاجة إليه،
محاور ومناقشات دارت خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في دورته 33 بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي الهيئات الإسلامية والمجامع الفقهية من مختلف أنحاء العالم. في عدد من الأبحاث مقدم قضية أظن يمكن حضراتكم كلكم تحتاجون أن تسمعوا أنتم كمان ونحن معكم الرأي الشرعي. العملات الافتراضية أو العملات المصفرة وهي أشبه بعملية المقامرة. بعض الشباب من يدخلون قضية العملات المصفرة يقول أنا هدخل النهاردة مثلا هشتري العملة بألف بعدين بتبقى بستين ألف خمسين ألف أشبه بالمقامرة. الحقيقة في هناك عدد من البحوث أكدت أن النقد لو تصدره الدولة وتضمنه الدولة الواقع اللي هي مقابل النقد سواء الجنيه أو الريال أو العملة الورقية لابد لها من ضمانة. فالنقد لا تصدره الجماعات الوهمية ولا أي شيء إنما بضمان الدولة. هناك بحوث عن البيئة ومتغيرات البيئة والجوى على البيئة من يحاسب عليه. مؤتمر عظيم جدا في ظروف تحتاج إلى مثل هذا المؤتمر ولا أجد أولى من هذه البلاد التي حظيت بعدد كبير من العلماء والمفكرين أفضل منهم في أن يؤدوا ما لديهم وما حصلوا عليه من العلم في أمور اجتهادية الناس في هذا الزمان في أمس الحاجة لها. جلسات نقاشية دارت خلال فعاليات المؤتمر حضر فيها كبار العلماء حول إعداد وتأهيل العالم المجتهد وعرض بعض النماذج العصرية التي تحتاج للاجتهاد الفقهي للتعامل معها في المجالات الاقتصادية والطبية والبيئية. نحتاج إلى إعادة ضبط قضية الاجتهاد وأن يكون الاجتهاد بطريقة صحيحة وسليمة وأن نعيد الأمر كما كان في السابق. لا يجتهد إلا ذو الفهم والعلم والإدراك ومن يمتلك آلة الاجتهاد حتى لا يصبح هذا الاجتهاد يتصوره أي شخص. المؤتمر يستمر فعالياته على مدار يومين ليصدر توصياته العلمية والفقهية لضوابط الاجتهاد والعمل على بناء جيل من الأئمة المستنيرين. يأتي انعقاد المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يشهده العالم الإسلامي من ظروف مستجدة تقع على عاتق المؤسسات الإسلامية والمجمعات الفقهية مهمة الاطلاع بدورها والتباحث مع المؤسسات الإسلامية ذات الصلة في مختلف المجالات بما ينعكس على خدمة الأمة الإسلامية والإنسانية. من مقر انعقاد المؤتمر، أحمد ممدوح، التلفزيون المصري. 21 ساعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وفيها بعد الفاصل. المستشار الألماني يستهل جولة خليجية بزيارة السعودية بحثا عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية. ناقش المستشار الألماني أولاف شولتز خلال زيارة للسعودية التحديات الاقتصادية والسياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية مستهلا جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكة في مجال الطاقة. في مسعى من الدول الأوروبية لإيجاد حلول لأزمة الطاقة التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية وقطع روسيا لتدفقات الغاز، بدأ المستشار الألماني أولاف شولتز جولة خليجية تشمل كل من السعودية والإمارات وقطر للبحث عن إمدادات طاقة بديلة. ومن المملكة العربية السعودية قال شولتز عقب اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يريد تعميق شراكة الطاقة بين البلدين، مشيرا أن الشراكة يجب أن تتجاوز حدود الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين والطاقات المتجددة. مسؤول من الحكومة الألمانية استبق جولة المستشار الألماني بقوله إن شركات ألمانية ستوقع عقودا في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة الهيدروجينية على هامش زيارة شولتز لمنطقة الخليج. ووفقا للبيانات الرسمية الألمانية فإن هذه الجولة الخليجية الأولى لشولتز كمستشار تشمل أيضا الحديث عن بعض القضايا المتعلقة بالملفات الاقتصادية والأمنية وقضايا التنمية، إلا أن الهدف الأساسي من الجولة هو البحث عن مصادر بديلة عن الطاقة الروسية
في وقت يتعثر فيه الاقتصاد الألماني بسبب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف المتزايدة من الشتاء المقبل. وقع رئيس روسي فلاديمير بوتين تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة. وأفاد الكرملين أن بوتين وقع قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه موسكو استبدال الجنرال ديمتري بولجاكوف المسؤول عن اللوجستيات بالجيش بعدما ظهرت ثغرات في هذا المجال. يوم جديد من يوميات الحرب الروسية الأوكرانية بدأ بدفاع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف من منبر الأمم المتحدة عن الاستفتاءات حول الانضمام إلى روسيا التي تجرى في مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية، مشيرا أن السكان يستعيدون الأرض التي عاش عليها أجدادهم على مدى مئات السنين على حد قوله. في غضون ذلك أنهت مناطق دونيتسك وخيرسون وزاباروجيا يومها الثاني من الاقتراع في استفتاءات شعبية للانضمام إلى روسيا. وقال رئيس اللجنة الانتخابية في دونيتسك إن اللجان المتنقلة في دونيتسك ولوغانسك بدأت تحركها في الشوارع في 8 من صباح السبت لجميع أصوات السكان المحليين، بينما أشارت رئيسة اللجنة الانتخابية في خيرسون إلى أن اليوم الثاني من الانتخابات انطلق بخروج 198 لجنة انتخابية متنقلة في المدينة، بينما قالت رئيسة اللجنة الانتخابية في زاباروجيا إن 5000 عضو تابعين للجنة الانتخابية بدأوا عملهم لجمع أصوات السكان. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية 640 مسلحا أوكرانيا بمناطق متفرقة وإسقاط طائرات بدون طيار ومقاتلة ميج أوكرانية واعتراض 10 قذائف باتجاه محطة زاباروجيا للطاقة النووية. وقالت الوزارة إن الهجمات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على مواقع لواء المشاة الميكانيكي 28 و59 بالقرب من نيكولايف أسفرت عن القضاء على أكثر من 200 قومي وتدمير 3 دبابات و16 مركبة قتالية مصفحة، موضحة أن هجوما صاروخيا روسيا على قاعدة مؤقتة للمرتزقة الأجانب بالقرب من كالينوفكا أدى كذلك لتصفية حوالي 300 مسلح أوكراني، فضلا عن إسقاط طائرة بدون طيار فوق خزان كاهوفكا باتجاه محطة زاباروجيا للطاقة النووية وطائرة ميج أوكرانية و7 طائرات بدون طيار بالقرب من مناطق دنيبرو بتروفيسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون. في المقابل ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها المسلحة صدت هجمات روسية في 10 مقاطعات لمنع سيطرتها على المزيد من المناطق خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة أن الجيش الروسي يواصل تركيز جهوده على محاولات احتلال منطقة دونيتسك بالكامل والسيطرة على المناطق التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك تعطيل تحركات قوات الدفاع الأوكرانية في اتجاهات معينة وإطلاق النار على مواقعهم على طول خط التماس بأكمله في محاولة لاستعادة الأرض المفقودة وإجراء الاستطلاع الجوي. تتواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تم إطلاقها أول سبتمبر الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل. تهدف المبادرة إلى توفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجا، تستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية وزارة الداخلية في مختلف أنحاء الجمهورية. احنا عارضين للسنة الرابعة على التوالي هنا ملابس في الدورة 23 تبع مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس وزارة الداخلية والإدارة العامة للتمويل. بنعرض منتجات ملابس للزي المدرسي بأسعار متفاوتة تصل نسبة تخفيضها ل 30 و40%. بنعرض كافة الألوان، كافة المقاسات، كافة المراحل. عندنا الكوتشات والأحذية بتبتدي مثلا من 80 و100 و120. أبو 80 ده مثلا بره بيتباع ب 120 جنيه، أبو 120 ده مثلا بره بيتباع ب 150 جنيه،
ابو 120 جنيه مثلا بيتباع ب 160، ابو 150 اللي هو عندنا احنا بيتباع بره ب 180 جنيه، عندنا كله في تخفيض مش اقل من 30% وحاجات كويسه، والحمد لله الاستقبال كويس والقبول كويس والناس مرضيه ومبسوطه، واحنا تاني موسم ده على التوالي ان احنا نشارك، والحمد لله حاجتنا كويسه وحاجه كلها حقن وحاجه كويسه، الماتيريال بتاعتها كويسه جدا. الخامات في خامات عاليه قطن 80%، في حاجات قطن 100%، وبرده بتكونش مقارنه بالسوق اللي بره بتكون مهاوده شويه عنهم. تخفيضات تصل الى 30% على الادوات المدرسيه والسلع الغذائيه عن مثيلاتها بالاسواق، ما ادى الى اقبال جماهيري ولاقى استحسان المواطنين. الاسعار والله جميله جدا، اسعارها جميله جدا، والخامات حلوه وممتازه في متناول الجميع يعني. اسعار بسم الله ما شاء الله جميله، كل حاجه حلوه هنا، وملابس برده جميله واسعارها كويسه برده. انا بصراحه اول مره ادخل المعرض ده، بس بصراحه فيه حاجات جميله جدا، ويعني يعني زي ما بنقولوا احنا عد على قد الايد يعني، بلاقي كل حاجه يعني، كل حاجه يعني انا عايزاها بلاقيها له، اي حاجه ادوات مدرسيه بدور عليها بلاقيها هنا بصراحه يعني، مكان جميل، وجبت كشاكيل ويعني في شنط وفي ملابس مدرسيه وفي كل حاجه انا عايزاها بصراحه متوفره، اي حاجه متوفره. هكذا تحرص الدوله دائما على دعم المواطن المصري، خاصه الفئات الاولى بالرعايه، ايمانا منها بضروره ترسيخ مظله الحمايه الاجتماعيه، والتي تعد احد اهم ركائز الجمهوريه الجديده. ختام أحداث 24 ساعة، لكم التحية ودمتم في رعاية الله وأمنه.